السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناة أمينة المعروفية. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم واحد الفطائر، واحد الفطائر في حقيقة كيجيو رائعين وكيتحضروا في واحد الوقت قصير، ما وكيجيو في حقيقة زوينين بزاف. هاد الفطائر أنا غادي نحتاج ليهم. عندي هنا واحد شوية الكفتة، يعني الكفتة عندي تقريبا شي 400 غرام ديال الكفتة، شي بزاف على حساب. وعندي هنا المطيشه، انا قطعتها بالقشور ديالها، كتجي زوينه بزاف ملي كطيب. حيت ليها ملي قطعتها، حيت ليها داك الماء عصرتها من الماء ديالها. هنا عندي القزبر ومعدنوس، والقزبر كثير المعدنوس قليل شويه، كي القزبر تيعطي واحد المذاق زوين في هاد مع الكفته مع البصله مع المطيشه، كيجي زوين بزاف القزبر. كلشي معروف القزبر كيجي تبارك الله غزال مع الكفته والبصله. عندي هنايا جوج حبات ديال البصله كبار مشلضين، واحد جوج حبات ديال الفلفله حلوه تمام بكون مشلضاهم صغار. عندي هنا واحد الصوص ديال الثومه مقطعتهم شرائح رقاق. عندي بطبيعه الحال فليفله حمراء، البزار، الخرقوم البلدي، سكنجبير، بطبيعه الحال البزار عفوا، بطبيعه الحال الزيت العاديه ومليحه. دابا غادي ان شاء الله دغيا غادي ندير هذا الشيء باش يتشحر ليا، حيت ضروري خصني نطيب هادشي، عندي الوقت ضيق. درت البصله غنشحرها هي الاولى اللي غتشحر ليا البصله، هي والفلفله. غادي ندير عليهم مطيشه وغندير عليهم الكفته وغادي نشحرهم مزيان مع شويه القامه، شويه شويه على حساب. غندير شويه ديال السكنجبير. هاد المكونات كلهم ملي كندير معاهم التوابل كيجيو زوينين بزاف، يعني كيكونوا بنان صراحه، كيكونوا بنان كيجيو بنان. شويه ديال الخرقوم البلدي ماشي بزاف، شويه البزار، يعني سميت هاد التوابل على حساب كل واحد كيدير داكشي اللي تيبغي. ولكن هاد يعني هاد البصله المطيشه الفلفله كيجيو زوينين بزاف، كيجيو بنان ملي كنديروا بهم، كنديروا فيهم القامه كيكونوا بنان مع ديك الثومه. دابا غندير مليحه، مليحه على حسب الذوق، حيت هاد الفطائر انا مازال ما عجنتش العجينه. يلا غادي نديرها، غندير هادشي تشحر هو الاول، خاصو يكون بارد باش نبغي ملي نبغي نديرهم العجينه، ما خاصش يكون هاد الخلطه تكون سخونه. دابا صافي ملي درت هاد المكونات كاملين غادي نديهم فوق البوطه وغادي نخليهم يتشحروا. دابا انا خليت هذوك المكونات يتشحروا، فلفله بصيله، مازال ما درتش مطيشه، مازال ما درتش الكبسه. دابا عندي هنا كيلو الا ربع ديال الطحين، الطحين العادي الفورص. غادي ندير واحد المعلقه ديال السنيده، ها غادي ندير مليحه على حساب الذوق. غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وغادي نديرها مع هاد السنيده ومع معلقه السنيده مع شويه الملح، وغادي نحاول ندخلهم مع هاد الفورص هذا، ندخلهم بحال هكا مزيان حتى نسمدهم مع بعضياتهم. يعني هاد العجينه كتجي زوينه بزاف ديال هاد الفطائر، كتجي غزاله، ما نقولش لكم كيفاش دايره، انا مجرباها كتجي زوينه. بالنسبه للزيت غادي ناخذ شويه ديال الزيت العاديه بالقياس، هي باش يدخل ليا مع الزبده باش هاد الزيت هاد الطحين كله يتسمد. نلقى هكا حتى ندخل هاديك الزبيده كامله في الطحين، نحاول نزيد واحد شويه الزبده لان هاد الزبده نباتيه. حسب شي نص معلقه ديال الزبده، شي ما عنديش القياس، ولكن انا عيني ميزاني كنشوف كيلو الا ربع، يعني معلقه كبيره ديال الزبده عامره زدت عليها واحد شويه ماشي بزاف، مع داك شويه ديال الزيت. صافي غادي ندخلهم بحال هكا في بعضياتهم حتى نحس الطحين ولا مسمد. ماشي زيت كتير بالنسبه للكيلو الا ربع ديال الكيلو ولا ربع كيف ما كنقولوا ديال الطحين،
داك شويه الزبده راه ماشي كثير. صافي ها هما تسمدوا مزيان، كنحس بيه دخلات يعني الفورس كله ولا كنحس بيه كله ولا فيه داك شويه ديال الزيت وديك الزبيده. دابا غادي ندير الخميره العاديه، عندي هنا شويه الخميره المعجونه العاديه، غندير عليها واحد شويه الماء دافي هكا، نحل هاد الخميره ساهيه نحاول باش تخلط ليا مزيان مع العجينه. هاد العجينه هاد ديال الفطائر، هاد الفطائر كيجيو رائعين كيف ما قلت لكم، زوينين بزاف صراحه. عندي هنا كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب حتى هو غادي ندير معاه الماء دافي باش غادي نجمع هاد العجينه كلها. كنخلي الحلقة بشوية 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 حتى كندخل فيه هذاك الماء كامل اللي عندي، القيس اللي بغيت ديال الماء، ومن بعد غادي نحيدها من هاد السوبيرة وغادي نحطها فوق الرخامة باش نعجنها مزيان، غير تدخل في بعضياتها ما غاديش نعجنها عند الكاول، غاتجمع لي العجينة صافي وغادي نخليها. كتلصق العجينه ضروري كتلصق في اليدين، ما يمكنش. نعاود نزيد واحد شويه الماء، من بعد ما مسحت هاد الرخامه انا غادي نتلك فوق من هاد العجينه، يعني واحد الدليك خفيف ماشي بزاف، طريقه زوينه ديال الدليك عندي بالنسبه لهاد بحال هادشي دغيا دغيا. هذه الطريقه باش كندلك انا كنمشي بضبوط كلشي بحال هكا، تكون العجينه شويه مطلقه، هذه الطريقه اللي كندير لها دائما. صافي دابا غندير عليها واحد شويه ديال الزيت، ضروري شويه الزيت في الاخر، كتجي العجينه رطبه بزاف وكتجي زوينه. الزيت قليل ماشي كثير، عيب باش ما كتدخل في هذيك الزيت كتجي العجينه رطبه وما كتبقاش في الحقيقه تلصق. صافي دابا غادي نجمع هاد العجينه، غادي نديرها في السوبيره نرجعها فين كان فين عجنتها المره الاولى، وغادي نغطيها نخليها حتى تخمر، وديك الساعه ملي غادي تخمر غادي نتلاقاكم. من بعد ما خليت العجينه خمرات يعني ضاعف الحجم ديالها، انا حيدت عليها الزيت، دابا غادي نتكي عليها باش تهبط شويه غيخرج منها داك الهواء اللي ديال الخميره. انا درت واحد الطبيسه درت فيه شويه ديال الزيت غير باش ندهن ايدي بحال هكا، وغادي نجيب اللاطه ديال الفران لان دهنتها بشويه الزيت من قبل، وغندير واحد الكويرات صغار شي كبار بزاف على حساب داكشي اللي بغيت، يعني كويرات بحال هكا ما يكونوش كبار بزاف ما يكونوش على حساب كله. انا بعدا داكشي اللي كندير كل واحد كيدير اللي بغا، غير باش توصل الفكره وصافي كيفاش نحضروا هاد الفطائر بحال هكا، يعني صغار ماشي كبار، ويكونوا بعاد شويه من بعضياتهم. نقرب لكم اللاطه باش كلشي يبان. صافي نكورها بحال هكا كويرات صغار، هادي ما مقادتش نعاودها. نحاول نبعدهم بعضياتهم ميكونوش قراب، حيت ملي غادي يطيبو في الفران غادي الحجم ديالهم غادي الحجم ديالهم عفوا غادي يتضاعف، مغاديش يبقاو كيف ما هما.
كندهن يدي شويه الزيت غير شويه ماشي بزاف، خليها باش ما تلصقش ليا العجينه. صافي بحال هكا، الكبيره نقص منها. صافي غادي نخلي هادو على جنب، غادي ناخذ لاطه واحده اخرى. نفس الطريقه الاولين، دائما نحطهم بعاد شويه على 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 بعضياتهم باش ملي يتنفخوا يطيبوا ما يتلص ما يتكاوش على بعضياتهم ويلصقوا. يعني ما نقولش لكم واحد العجينه شحال تبارك الله غزاله. حطيتهم بعد من بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نجيب لاطا الاولى، وغادي ناخد واحد السليفه، سليفه القاع ديال القاع، سليفه اي سليفه، ما غاديش ندهنها بالزيت. الا دهنتها بالزيت غادي تلصق ليا مع العجينه، حتى غتلصق ما غاديش تبقى ما غاديش تقاد ليا. كناخد الطحين الفرص وكندير شويه في القاع ديال السليفه وكنتكي عليهم بحال هكا غير باش كي الحجم ديالهم كيتقاد ويبقى الجنيبات ديالهم يبقاو منفوخين شويه. هادشي علاش كندير السليفه، الا بانت ليا كتلصق غنعاود ثاني ندير شويه ديال الطحين باش ما تبقاش تلصق، حيت بوحدها مع الزيت ما كتلصق ما يمكنش. هذه الطريقه اللي زوينه ما كتلصقش ليا انا، بعدا كندير زليفه بحالكم ما تلصقش. صافي نتكي عليهم كاملين بحال هكا، صافي دابا انا قديتهم اللي كانت من قداش مزيان نعاود نقادها بايديا بحال هكا. هادو واخا هكاك خلي درتهم جو غيجيو قراب ملي غيخمرو غادي يتشابكو، ولكن ما عندي ما ندير ماشي مشكل. دابا غادي ناخد هاديك الحشوة اللي طيبت، فلفلة مع البصلة مع طيشة مع التوابل اللي درت كلهم تبارك الله طابو جاو مزيانين كيما كتشوفو، كتجي بنينة بزاف هاد يعني هاد كيجيو زوينين بزاف البصلة مع مطيشة الصراحة كيجيو غزالين. منقولش لكم كيفاش دايرين، صافي كناخد وحيد بحالكم علقة في الوحيدة على حساب معلقة نص كل فطيرة، وكداش لكانت كبيرة غتاخد شوية زيت، كان صغيرة غتاخد شوية ناقص. أنا درتهم بين وبين ما ماشي كبار ماشي صغار، هادو في الحقيقة بيني وبينكم هادو الدراري في الدار، ولكن إلا كانوا مثلا شي ضياف ولا شي حاجة نديرهم صغار من هادو، كيجيو غزالين كيجيو زوينين بزاف حتى المنظر ديالهم كيجي زوين راقي. انا غادي ناخذ واحد شويه الزيتون، عندي واحد شويه الزيتون خضر غنقطعه غير التزيين فقط ماشي ضروري الزيتون.
دابا غادي ندخلهم الفران، غادي نخليهم حتى يطيبوا وندوز باش نصيب اللاطا اللي درت الثانيه. مازال باقي لي العجينه، يعني كلشي هادشي ان شاء الله غادي نخدم به. هذه هي اللاطا الثانيه. انا ما نسيت ما وريتكمش كنتقبهم، ملي كنعمرهم كنتقبهم شويه، واخا هما هذوك اللي تيكونوا معمرين ما تيتنفخوش بزاف، ولكن انا نتقبهم غير شويه على حساب الجناب. واحد فرشة صغير تقيب قلال وصافي. هاد اللاطه الثانيه ديال هاد الفطائر من بعد ما طابت، انا غادي حتى طابت عاد غندير فيها شويه الجبن، ما بغيتش نديرو في الاول باش ما يتحرقش ليا. هنا عندي شويه ديال الجبن وشويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج الاحمر، شويه شويه ماشي بزاف، تزيين فقط صافي. هادشي اللي كاين ماشي ضروري يكون الفرماج بزاف كيف ما قلت لكم في الاول، شويه الجبن حتى هو زوين كيجي زوين، هذا الجبن العادي. شويه موتزاريلا، هذا شي اختياري كيبقى اختياري، اللي بغى يدير اللي كاين متوفر في الدار تيدا يدير، اذا ما يدارو اللي ما متوفرش راه ما كيدارش، ماشي ضروري نشريو. هاد الفطائر كيجيو زوينين بلا هادشي ديال الاجبان، كيجيو زوينين بزاف. صافي غير شويه شويه ماشي كتير. دابا غادي نرجع من الفران غير دوب هاد الجبن وغادي نتلاقاكم ان شاء الله. من بعد ما طابوا لي الفطائر كاملين ونطيبتهم، مازال كاين تبارك الله الخير موجود، كاين عندي مازال جوج لاطات اخرين بحال هادو اللي درت في الاول، حيت كانت الكميه ديال الطحين كيلو الا ربع، يعني كيلو الا ربع كيف ما كنقولوا، عطاني هاد الكميه الكثيره تبارك الله. هادو اللي درت فيهم شويه الفرماج، هادو عاود اللي فيهم اللي زينتهم شويه الزيتون قطع رقيق. صافي دابا غادي نحيدهم ونحطهم في الطبسيل. بسم الله، اللي كيجيو رطبين تبارك الله كيجيو غاليين، نقولش لكم كيفاش كيجيو هاد الفطائر هادو. في الحقيقه انا قبل ما نحط كنرحب كاع بالناس اللي كيدخلوا عندي، كنقول لهم مرحبا بكم عندي، واللي اول مره كيشوف الفيديو كيف ما كنقول دائما مره في الحقيقه ماشي دائما مره يتابونوا معايا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وكنتمنى المزيد ان شاء الله من هذا الشيء اللي سنديرو، يعني جميع انا في الحقيقه من نقول لكم الصراحه انا كنتمنى كاع القنوات ديال الاخوات اللي دايره شي قناه كنتمنى لها التوفيق ان شاء الله باذن الله، ويسر لي بسيد ربي. وكل واحد راه كيتمحن وكيخدم يعني في الكوزينه وكيشارك بزاف الحوايج مع المشاهدين ديالو، كنتمنى التوفيق للجميع يا ربي. دابا انا حطيت هاد اللي فيه الفرماج، غادي نحط الاخرين اللي فيهم الزيتون، كيجيو زوينين تبارك الله. هاد الفطائر هادو كيجيو غزالين، يعني كميه كثيره كيف ما قلت لكم جاو على هذا الشكل. هذا انا غادي نقسم واحد وحيده باش نشوف كيف جات، يعني رطبه تبارك الله رطبه كيف جات. يعني جات رقيقه، وهاد الجنيبات ديال الفطائر كيكونوا
رطبين ومشابكين في نفس الوقت، مشابكين وخفيفه يعني ما فيهاش واحد الوزن ما عرفتش علاش، ولكن خفيفه بزاف في الحقيقه، زوينين صراحه هي هادي. هما هادو جاو على هذا الشكل، انا زعما بغيت نقربهم باش يبانوا على كيف ما جاو. هما اللي فيهم شويه الجبن العادي، شويه الفرماج، شويه الزيتون، يعني بسيطين بزاف وفي نفس الوقت زوينين. كنتمنى كاع الاخوات اللي عندهم الوليدات كيف ما قلت في الاول يديروهم ليهم، حيت ساهلين ما واعرين شنو هذا الشيء كيبغيو الدراري الصغار، تبارك الله كيبغيو الدراري الصغار هذا الشيء. هما هادو كنقدمهم لكم بالصحه والراحه. بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء، وما تبخلوش عليا بلي لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.